جاء تنظيم جامعة الشارقة واستضافة جامعة الشارقة لهذه البطولة بناء على النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في استضافة بطولة كأس أبطال العرب للبادل تنس في العام الماضي. في هذا العام أحببنا أن نوسع قاعدة المنافسة، فاستضفنا بطولة كأس آسيا للمنتخبات بمشاركة 15 دولة. حقيقة الجامعة، جامعة الشارقة، لديها الريادة في الجانب الرياضي. نحن دائما نطمح إلى توسيع قاعدة اللعبة داخل الجامعة، نشجع أبنائنا وبناتنا الطلاب.